كل ما أنت تخفف على مهاجر الألام متاعه وتعيش معاه الصعوبة يعني في كون أنه هو ما يقدرش يعاين في المستشفيات وفي المصحات وفي الوضع هو يعني اللي صاير وشين يصير فيهم هم في حياشهم وقداش ما فأنت كل ما بتساعده كل ما تزيد النشوة عندك أنك أنت تزيد تساعده أكثر يعني ناسا هي مستضعفة مش كل شيء متاح لها في البلاد هي فأنت لما تساعدهم ولما توقف على مشاكلهم ولما تعينهم ولما ترعاهم ولما تتكفل بهم في رعاية صحية يعني في 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 حافز نحن نشبحوا في المحروق وفي المجروح نشبحوا نشوفوا في الناس اللي أصحاب الأمراض المزمنة الضغط والسكري والقلب وكيف تشبح يعاني مسكين في المشاكل متاعها لكن فعلا لما توقف عليهم وتدير جهدك مع أنك أنت تخفف عليه الألم متاعها صدقني في حاجة هي حافز هذا الحافز متاعها